انطلاقا من مسؤولية جامعة القاهرة التعليمية والتثقيفية والتنويرية، عقدت الجامعة من خلال الموسم الثقافي لها ندوة لطلاب الجامعة عن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب والتطرف. الهدف من المؤتمر ان انا عندي مجموعة كوادر طلابية بتتخرج من هذا المعسكر عندها القدرة على نشر صحيح الوعي وعلى تصحيح المفاهيم وعلى الرد على الشائعات وعلى العطاء الوطني وعلى الوعي بالحقائق من مصادرها الأصيلة. هذا المعسكر بيستهدف بالفعل حضور عدد كبير من القيادات الفكرية في البلد، يكلموا الشباب ويتناقشوا، تعلموا من خلالها أسس الحوار، آداب الحوار، طبيعة الحوار الوطني. فرصة احنا في فترة الأجازة الصيفية نستغل كل الجامعات المصرية، كل مساريحها، كل أبوابها، علشان نكون فاعلين ومتأثرين ومؤثرين في طلابنا. نستغلهم في هذا الوقت، نديهم شحنة معلومات وأفكار ورؤى يستطيعوا من خلالها انهم يفهموا الحقيقة، حقيقة ما يجري في الوطن، حقيقة ما يستهدف الوطن. عنوان النهاردة عنوان مهم جدا، لاننا من فترة مش قليلة من 2011 تقريبا بنعاني من المشكلة دي، وهي مشكلة التطرف والإرهاب. المشكلة دي قد يكون سببها هي نقص او سلبية من مؤسسات المجتمع المدني، ممكن يكون تجديد الخطاب الديني مثلا ما كانش كويس ان هو قدر يقضي على الظاهرة دي، ممكن مثلا المدرسة اعتمدت ان هي على حفظ والتلقين انها ما تعملش ثقافة للطلبة وتعودهم ازاي ان هم يشاركوا في الحاجات دي. ممكن الأسرة دلوقتي بالأب والأم بقى كل همهم أنا خلاص رايح أشتغل، أنا عايز أجمع فلوس، ما يقعدش مثلا يفهم ابنه لا ده بيتكلم عن إيه وده بيتكلم عن إيه وده بيتكلم عن إيه، فبالتالي الطفل الصغير ده بيبدأ حياته ماسك موبايل ماسك تابلت، فيبدأ يدخل على الإنترنت يشوف حاجات زي كده، فيبدأ ينضم الجماعات، والجماعات دي تبدأ تغير فكره. هو ما بيدهوش فكره صح، هما بيبدأوا إن هما يدوله أفكار هما عايزين يدهله، هو لسه طفل صغير لسه ما عندوش توعية، وده دور المجتمع إن هو يبدأ يعمل عمليات توعية وتنوير تكون اكتر من كده. احنا اتعلمنا في الكلية ان احنا في مصادر موثوقة لازم نرجع لها، ولازم تعرف الرأي المعارض والرأي المحايد كل الاراء عشان تعرف يعني تكون وجهة نظرك، ما ينفعش نسمع جانب بس والجانب التاني لا، عشان تقدر ان انت تحط الرؤية الصح وتعرف يعني تحكم على الامور بالظبط. الفكر المتطرف والارهاب هم آفة المجتمعات، وبيأتي خلق جيل جديد من الشباب لديه رؤية وفكر خير سلاح لمواجهة هذا الفكر الشاذ. احمد سعيد، مصر الزراعية.